الفنانة الراحلة ذكرى، منو هي؟ وين انولدت؟ وشلون بدت حياتها بالفن؟ كانت ترافق والدها للمسجد، تونسية لكن أفضل من غنى باللهجة الخليجية. 26 رصاصة وأحداث غامضة بليلة رحيلها. شلون بدت؟ وشلون انتهت؟ أنا عمر الرياض وهذا الدكان. حضر كوب الشاي وتعال أحكي لك. هي ذكرى بنت محمد الدالي، انولدت سنة 66 بمنطقة وادي الليل بتونس، وهي تونسية الأصل. هي أصغر أخوانها الثمانية اللي هما توفيق وحسن والسيدة وسلوى والحبيب وهاجر وكوثر ووداد. انضمت للمدرسة الابتدائية بوادي الليل، وبعدها انتقلت لابتدائية الخازندار وكملت تعليمها. بدت الغناء أثناء وجودها بالمدرسة، وكان والدها يشجعها على الغناء على العكس من والدتها اللي كانت ما تتقبل فكرة أن تصير مغنية. بعد وفاة والدها بدت والدتها بدعمها هي وكل أشقائها. بطفولتها كانت تصعد فوق الغرفة وتغني الأم كلثوم، ومن عمر 6 سنوات تجود القرآن مع أبوها وتروح وياه تصلي بالمسجد. وكانت لما تغني أمها تسكتها، لكن أبوها يشجعها. استهوتها مهنة طب علم نفس الأطفال، بس اتجهت بعدين للغناء. تحترم أصالة وأنغام ولطيفة وسميرة، وكانت أقرب وحدة عليها أصالة نصري. موقف صعب مرت به كان عندها تصوير بمكان اسمه الرست بمصر، يبعد عن القاهرة تقريباً 15 كيلو. كان شبه صحراء ورمال والطقس حار جداً، وكان فريق العمل كبير، وقبل التصوير وصلتهم عاصفة ترابية كبيرة جداً، وراحت هي و24 شخص معاها دخلوا بكرفان، وقعدوا تقريباً ساعة ونص إلى أن خلص هذا الغبار وطلعوا وكملوا التصوير بصعوبة. بسنة 80 شاركت ذكرى ببرنامج المسابقات بين المعاهد بأغنية اسأل علي الليلة مراد، وهي نفس الأغنية اللي شاركت بها بعدين ببرنامج الهواة فن ومواهب. حب الحكام صوتها وفازت بالجائزة الكبرى، أدت أداء رائع الأغنية الرضا والنور الأم كلثوم، فانتبه صوتها الملحن التونسي عز الدين العياشي، وكانت تذكر دخولها الكورال البرنامج. بسنة 83 سجلت ذكرى أول أغنية لحنها عز الدين العياشي خصيصاً إلها، وهي يا هواية، وبنفس العام أدت أول حفلة بمهرجان قرطاج بتونس. انضمت بعدها الفرقة الإذاعة والتلفزة التونسية بقسم الأصوات، وهناك قابلت السيد عبد الرحمن العيادي اللي لحن معظم أغانيها. ذكرى معروفة بقوة صوتها وإمكانيتها الأداء جميع أنواع الأغاني بما في ذلك القصائد والموشحات والأغاني الطربية. خلال 10 سنوات بتونس وقبل انتقالها لمصر صدرت إلها 30 أغنية، 28 منهم من ألحان عبد الرحمن العيادي، أشهرها لمن يا هوى ستكون حياتي وكيف سأعرف ما هو آتي، وحبيبي طمن فؤادي، وإلى حضن أمي يحن فؤادي، وأيضا ودعت روحي معاه من يوم ما ودعني. وبسنة 87 شاركت بمهرجان الأغنية التونسية وحصلت على المركز الثالث بأغنية حبيبي طمن فؤادي. وبسنة 90 حصل خلاف بينها وبين عبد الرحمن العيادي اللي كان في وقتها خطيبها بسبب احتكار صوتها ورفض أن يقوم شخص آخر غيره بالتلحين إلها، لذلك تركته وانضمت المجموعة زخارف عربية وكانت آخر محطاتها بتونس قبل ما تهاجر المصر. لحن الذكرى الملحن الشهير رولون رومانيلي اللي سبق ولحن للنجمة الكندية سيلين ديون، وكانت الأغنية اللي لحنها هي أغنية بدري بدري. غنت ذكرى أغاني كثيرة باللهجة الخليجية، وتعتبر أفضل صوت عربي غنى باللهجة الخليجية، واختاروها عدة مرات كأفضل مطربة خليجية رغم أنه هي تونسية الأصل. غنت مع العديد من المطربين الخليجيين منهم طلال مداح، أبو بكر سالم، محمد عبدو، وغنت آخر أعمالها مع المطرب عبدالله رويشد أغنية ما فقدتك. أصدرت خلال مسيرتها الفنية 16 ألبوم، أولها كان سنة 95 بعنوان وحياتي عندك من إنتاج جولدن كاسيت. الزوجة ذكرى من رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، وكانت لما تصير عنده أزمة مالية تساعده وتحبه جدا، واستمر زواجهم 3 شهور قبل ما تتعرض للقتل،
أما عن سبب وفاتها البعض يقول لأنه شبهت حالها بالرسول عليه الصلاة والسلام، والبعض قالوا زوجها قتلها بسبب غيرته الزايدة مثل ما صرحت صديقتها الفنانة كوثر رمزي اللي كانت ذكرى تحبها جدا وتسميها ماما كوثر. اتصلت ذكرى على كوثر وقالت لها مشتاقة أشوفك تعالي، وراحت كوثر وكانت مع ذكرى خديجة زوجة مدير أعمال أيمن زوج ذكرى، ورجع أيمن ويا مدير أعماله وكان كلش متضايق. شاف كوثر قاعدة وقال لها روحي بالصالة عندي خصوصيات أريد أحكي بيها. راحت صلت وقعدت بالشرفة، وبعد شوية فات عليها أيمن وكانت حالته صعبة ومتعصب وشايل بندقية، وقال لها أطلع من البيت من الباب الخلفي. تركتهم كوثر وطلعت ورجع وأطلق 26 رصاصة بجسد ذكرى بكل أنحاء جسمها، وأطلق الرصاص على مدير أعماله ب 22 رصاصة وعلى زوجة مدير أعماله 18 رصاصة، وبعدين خلى البندقية بفمه وأطلق النار وانتحر ومات بالحال. بس بعدين اكتشفوا أن الرصاصات اللي تم أطلاقها على ذكرى ومدير أعماله وزوجته تختلف عن رصاص البندقية اللي انتحر بيها. نقلوا جثمان ذكرى من مصر التونس على متن طيارة خاصة تابعة طيران القصر استأجرتها قناة روتانا الغنائية الفضائية اللي يملكها الأمير الوليد بن طلال، ورافق جثمان ذكرى عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب ومقدمتهم الملحن هاني مهنة اللي اكتشفها بمسيرتها الغنائية، وراحوا ويا الفنانين أنغام ولطيفة ولطف بشناق وهالة صدقي وفيفي عبدو وصابر الرباعي وهند صبري وحلمي بكر وخالد النبوي وحميد الشاعري وإيهاب توفيق، ومثلت الإعلامية هالة سرحان قناة روتانا بالجنازة، وتم دفن جثمان ذكرى بجانب قبر والدتها اللي توفت قبلها بثمان سنوات. هاي كانت بعض المحطات بحياة الفنانة الراحلة ذكرى، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، ولا تنسى تتابعنا على الفيسبوك واليوتيوب، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.